أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أكد أن مواقف جمهورية مصر العربية الشقيقة مشهودة وتبعث على الاعتزاز لأنها تصب دائما في تعزيز اللحمة العربية بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة، وأن مصر بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تمر بتطور وتنمية ملحوظة تقوم على أسس متينة من الأمن والاستقرار عززت من دورها الإقليمي والدولي، ومرحبا سموه بانعقاد اللجنة البحرينية المصرية المشتركة وبالاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلالها لما لها من آثار على زيادة آفاق التعاون البحريني المصري وتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين. كان صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم سعادة السيد سامح شكري وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية الشقيقة والوفد المرافق، والذي يزور مملكة البحرين لرئاسة وفد بلاده في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية. نقل وزير الخارجية المصري إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تحية أخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة ومعالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وتمنياتهما لمملكة البحرين وشعبها بدوام الرفعة والتقدم، فيما كلفه سموه بنقل تحياتي لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومعالي رئيس الوزراء وتمنيات سموه لجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق بمزيد من النهضة والازدهار. خلال اللقاء رحب سموه بزيارة وزير خارجية جمهورية مصر العربية إلى مملكة البحرين، مؤكدا سموه أهميتها في دفع علاقات التعاون والأخوة التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين إلى آفاق تلبي التطلعات المشتركة والوصول بها إلى المستويات التي تعبر عما يجمع بينهما من محبة تاريخية متجذرة عبر السنين. لوه سموه بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين قيادتي وشعبي البلدين والتي تعطي زخما قويا للتعاون المثمر بينهما، مشيدا سموه بما تشهده رؤى البلدين من تقارب وتطابق تجاه العديد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية. أشاد سموه بالدور المحوري الذي تقوم به جمهورية مصر العربية الشقيقة برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في محيطها الإقليمي والدولي ومواقفها المساندة لشقيقاتها من الدول العربية في مختلف الظروف. أضاف سموه أن مصر قادرة على حماية نفسها وحماية أمن واستقرار أشقائها، فهي تحملت ولا تزال الكثير في سبيل عدم تفرق شمل الأمة العربية وضمان سلامتها واستقرار دولها، وستظل بإذن الله السند القوي الذي يحفظ للأمة العربية أمنها واستقرارها ويصون مقدراتها. من جانبه أعرب وزير الخارجية المصري عن شكر وتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على حفاوة الاستقبال والترحيب والذي يعكس عمق علاقات الأخوة والمحبة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومشيدا بجهود سموه في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وما يطرحه سموه من رؤى حكيمة تجاه مختلف القضايا التي تهم الشأن العربي على المستويين السياسي والاقتصادي. أكد حرص مصر ومساندتها لكل الجهود التي تقوم بها مملكة البحرين للحفاظ على أمنها واستقرارها، موجها الدعوة إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لزيارة جمهورية مصر العربية، ونوه إلى ما تتمتع به العلاقات المصرية البحرينية من خصوصية تعكس عمق العلاقات بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين، ومشيرا إلى المكانة المتميزة التي تحتلها مملكة البحرين في قلوب المصريين، مثنيا على ما تلاقيه الجالية المصرية في مملكة البحرين من رعاية واهتمام من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.